كسوق صوت طلات. بطل جلس عادي يا اخي، بطل جلس. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هما مش نازلين. لا طالعين. احب على يدك كفايه جلس. قريت بيه الليل لسه في اولها، وبعدين يعني هما بيظبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس بس بس, بس احسن قوم. مين تريلا القلاب دي؟ دي بنت خالتها. ده اللي عديك يا رجب؟ ده اللي عديك؟ اهلا 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 اهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا يا رورو، عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه؟ ده انت خصيتي خالص. منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي قوي قوي، عشرة عمر. مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي الا لما كان معايا فيها. يا كبير خليني اعرفك بشهوير. هاي. اهلا وسهلا. وما هي طاز؟ ما هي ايه؟ قلت لك ما هي ايه. كل سنة طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخيت بخيتي. منورة يا مهطاز. ميرسي. قومي يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حولي. خلاص خلاص انا هوديه، هو انا غريب عن البيت، انا عارف السكة. اتفضل يا كبير. كفاية الضحكة دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوة قوي. واو فيري فيري سترونج. ايه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميلة ورقيقة وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينة حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا تجوزها؟ نقص تقدم خرط، دي عاملة زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قطن، بس فين مضغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوقتي حالا. مش فاهم، قول بشويش. عاوز امشي دلوقتي حالا. اوكي. طب خلاص مش عارف. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول وبالعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي، بس اسمع شرط واحد، ما تفرقليش لحظه ولا ثانيه واحده. بس يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس لازم نقطع معاك. طحينا من النوم. لما اخذ بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رقبتي يا حبيبي. شفيتم شفيتم. شهوير تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ ضايع جلس ضايع جلس. جابوني. خد هنا خد هنا. تعال قول لي انت مين؟ من الصعيد. واو صعيدي؟ بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين سعيد؟ من بلدك ده يعني. أيوة اسمها إيه يعني؟ أنا أعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. إيه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام مستغرباها قوي؟ يعني إيه مهطاز؟ لا ده اسم تركي معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي. شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تيزا ايه؟ تيزا جت من تركيا على اسكندريه ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنه، كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ. بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندريه فاتنه الاسكندريه. قصدك ميناء الاسكندريه. طرمايه الاسكندريه. رجب
تحوش صاحبك عني؟ هتتبلي عليا ولي ايه؟ راجب صاحبك جنني؟ ادك يا بنت. بس يا سيدي، لقيت لك بقى شلة الشباب دي في العربية عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بديهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده، عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيال ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده هو يا حبيبي، بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت رادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري، اتاريهم منفضين لي، بس انا سديت. يا وليه حرام عليك، كلت نفوخ يا وليه، كلت نفوخ بجد. انت تاكل في نفوخك يا انت تاثر فيك من اي حاجه اقولها لك جيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية، اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زي يدك يا بنت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك، نزلي يدك، قوم نرقص عليها. قومني، عايزين سلب عشان اقومك، عاوز سلب. قومني معاك. يا انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت، انا كنت فاكرها بقيه الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني، والله هلفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هياكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط، امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية، هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجننش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقصه. خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وست سلندر والماني دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشه. شربات جالس. دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال يمين وورا، ايه بتاعت ورا دي وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعك كعبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك فيه؟ اصلا انا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضو وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا وقع من فوق كوبري الساحل. لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل، اتجوزته اسمه سعيد سينجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه يا ولي؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على السرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه، مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي، ربنا يفك سجنه.
صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك حلو قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيك حلوت قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك حلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيتوز. ويعني لما يبقى اخو مهيتوز اسمه ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سندار. مين ده؟ اخويا. اخوكي يا سفله يا حيوانه. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. يا فجره. وانت بقى تعال اثبت عنديك، انت ما بتعرفش انا مين. انت هتكون مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يدخل الحجز يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس على ايه؟ جوزها لمده اسبوع بقى نطلعها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جواز عملها في حياته. طب ده مره ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه؟ تشويه يعني بالصعيدي. لا ما مسك دي بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص. ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده. اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره. لا انا يعني قهوه مش هينفع، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قالب عليك تعملها دي. Mm-hmm.